بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم مع مفتاح جديد من مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة. وطبعا احنا بندي مفتاح فقط، يعني بندي مفتاح ان احنا نفتح بيه الباب، والباقي طبعا على اللي بيسمع ان يكمل. احنا بندي بس مفتاح وهو يكمل باقي الباب، لكن ما بنقولش كل شيء عن الموضوع، ولكن بندي مفتاح فقط. مفتاح النهاردة اللي يزود ايمانك هذا المفتاح من اعمال القلب، الا وهو التفكر. مفتاح الايمان التفكر. التفكر عبادة، ولكن عبادة قلبية. العبادة القلبية لا يفهمها ولا يعمل بها إلا القليل. أكرر، التفكر عبادة قلبية، عبادة تخص القلب، لا يفهمها ولا يعمل بها إلا القليل من عباد الله. فمفتاح الإيمان التفكر، بس خد بالك، التفكر في إيه؟ التفكر فيما دعا الله إليه عباده إلى التفكر فيه. يعني أديك مثال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم أولم يتفكروا. إذن ربنا بيدعونا للتفكر في ملكوت السماوات والأرض. عجب من إعراضهم عن التفكر في آياته التي تدل على كمال قدرته. يبقى أنا لما أجي أتفكر، أتفكر في إيه؟ أتفكر في آيات الله، فيما دعاني الله للتفكر فيه. اسمع مثلا، قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء أولم يتفكروا. فعندك آيات التفكر في القرآن كتير جدا، آيات التدبر، آيات النظر، آيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. فعندك آيات التفكر كتيرة جدا. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، حتى طعامك اللي انت بتاكله، الشجر ده اللي بتديله ماء وملح، ومنه ما يعطيك حل ومنه ما يعطيك حامض، والاثنين بيسقوا بماء واحد ويسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. التفكر عبادة قلبية. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى التفكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد أنزل علي الليلة آيات ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تعرف هي إيه؟ قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لمين؟ لأولي الألباب، لأولي العقول الذين يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات تدعو للتفكر. لما تمشي وتلاقي وردة بيضة جنبها وردة حمراء جنبها وردة صفراء، خلق من هذا؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لذلك ذكر الله ذلك في كتابه الكريم أنه أنزل من السماء ماء فأنبت به أشجار ونبات وغيرها ذات بهجة. تعرف أخي الحبيب إن آيات الله نزلت ليه؟ ليه نزلت آيات الله؟
نزلت للتفكر. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الآيات نزلت للتفكر. كذلك يبين الله لكم الآيات ليه؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يبقى الآيات للتفكر. طيب القصص في القرآن ليه؟ للتفكر. قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الأمثال التي ضربها الله في القرآن لماذا؟ للتفكر. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن كله، يعني القرآن كله نزل ليه؟ للتفكر، التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لما تقرأ في القرآن الكريم آيات أفلا تعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يدبروا، أفلم ينظروا، كل دي آيات تدعو إلى التفكر. مفتاح النهاردة اللي عايز يزود إيمانه ألا وهو التفكر. ابن عباس يقول، اسمع كده الكلمتين دول: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. الله على ابن عباس. ركعتين تصليهم لله بتفكر وتدبر وانت بتقرأ في القرآن الكريم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء تتفكر في هذا الكلام، أفضل من انك انت تقيم الليل كله بلا تدبر ولا تفكر ولا قلب. محمد بن كعب يقول: لأن أصلي الليل كله بإذا زلزلت والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما حتى أصبح أحب إلي من أن أنثر القرآن نثرا أو أهز القرآن هزا. واحد يقعد يقرأ القرآن كله، يقرأ جزء، مش بيتدبر، مش بتفكر، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.